قيام مديرية أمن القاهرة بترحيل عدد 612 من يعني المحبوسين والمحتجزين من مناطق مديرية أمن القاهرة إلى مناطق سجون أبو زعبل بالقليوبية. يعني تعلمي جيدا أن منطقة سجون أبو زعبل بالقليوبية هذه هي منطقة كبيرة من السجون. بعد عرضهم على النيابة ويعني تم أخذ 15 يوم بيتم إعادتهم إلى أماكن محبسهم بمنطقة سجون أبو زعبل. ما حدث أن بعض الموجودين داخل إحدى السيارات قام بإحداث هرج ومرج. الضابط قام بالنزول يعني لمشاهدة ما يحدث. قاموا بسحب الضابط إلى داخل السيارة. قاموا بالتعدي عليه بالضرب. يعني الضابط الآن بين الحياة والموت. إصابات بالغة. ثم بعد ذلك تعاملت القوات الموجودة داخل سجون أبو زعبل بإطلاق الغازات المسيلة للدموع. طبعا ده أدى إلى حالات اختناق لعدد من المحبوسين. بيانات وزارة الداخلية يعني لا تؤكد حتى هذه اللحظة وقوع وفيات. ولكن نؤكد نحن ومصادرنا الخاصة أنه بالفعل وقع عدد من الوفيات. مش هنقدر نقوله إلا من خلال بيان لوزارة الداخلية. لكن بنؤكد أنه وقع عدد من الوفيات يزيد عن 30. حتى هذه اللحظة لم يخرج بيان من وزارة الداخلية يؤكد على عدد الوفيات بصفة نهائية.